السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فكرة جميلة ولذيذة اسمها كوماند ميب، دي معمولة حتى الآن لفيوجن 360، وحسب ما هم كاتبين إن هو إن شاء الله يبقى لبقية البرامج، يعني دي حاجة تجريبية على الفيوجن 360. هو عبارة عن إيه؟ بيقول لك أنت اشتغلت على البرنامج، طب إيه الأوامر اللي أنت كتبتها؟ في موضوع الكام، في موضوع الريندر، في موضوع الأنيميشن، في موضوع السكتش، في الأسمبلي، كل الحاجات ديت بيبدأ يجيب لك الأوامر اللي استخدمتها. المفروض لو أنت البرنامج بتستخدمه على طول تلاقي النقط هنا كتيرة جدا، تمام؟ تقدر تختار أي واحدة فيهم فيدخل فيقول لك إيه الأوامر اللي أنت استخدمتها وإيه الأوامر اللي أنت ما استخدمتهاش، ويجيب لك هنا الكوماند اللي أنت المفروض إن أنت تعرفها عشان تكمل وتبقى عارف كل الأوامر. يعني يقول لك مثلا بروجكت سيرفيس، يبدأ يجيب لك الفيديوهات اللي تقدر تتعلم منها الأمر دوت، الميرور يبدأ يجيب لك الأوامر بتاعة الميرور وهكذا. فده هيفيدك إن أنت لو في أمر أنت مش عارفه في البرنامج اللي أنت بتشتغل عليه يبدأ يديك دروس تعليمية يوضح لك الحاجة دي.